الصحيه ومعاهدين الصحيه المصريه، ونظرا للمطاردات الامنيه اهلي كلهم من بره مصر، فاعتبر انا ممثل العائله هنا. حابه اعدي بس بسرعه على طريقه اعتقال محمد. محمد يوم 25/8 كان موجود في بيته، وكان الامن قام بمداهمه البيت عشان والده صلاح سلطان كان بيشتغل في حكومه مرسي، وكانوا داخلين بيدوروا على والده يعني فما لقوهوش، فقبضوا على محمد، ومحمد كان بايت معاه اثنين صحابه، قبضوا على محمد واصحابه. في رساله اتبعتت من محمد امبارح، هو قال انه انا عارف ان كل الناس بتطالبني ان انا اكل واشرب، لان محمد كان ممتنع عن الجلوكوز في المستشفى. محمد قال انا مش هاخد جلوكوز وانا مش هشرب ميه، لان انتوا ما ينفعش تحاسبوني انا المظلوم، تيجوا توجهوا لي انا رساله وتسيبوا الظالم اللي واقع يعني الظالم اللي بيوقع عليا الظلم وتقولوا لي فكوا. لكن للاسف اكتشفنا بعد كده ان سجناء الراي او معتقل الراي زادوا عن ما قبل 25 يناير، يمكن احنا في السنه اللي فاتت دي عدد معتقل الراي او المعبرين على رايهم زاد بشكل كبير جدا، حتى ان المعامله اصبحت غير المعامله ايام مبارك اللي كنا نتوقع انها تنتهي.